كما قام رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية بالسخنة، وذلك ضمن نطاق المطور الصناعي تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية. وتفقد رئيس مجلس الوزراء عددا من مكونات المصنع الذي يقام على مساحة 1350 متر مربع ومراحل التصنيع به، وشملت الجولة خط إنتاج السماعات اللاسلكية وخط إنتاج الموبايلات وخط إنتاج الساعات الديجيتال، فضلا عن تفقد نماذج للمنتجات النهائية. وفي ختام تفقده للمصنع ناقش مدبولي مع مسؤول المطور الصناعي تيدا مسألة الجودة للمنتجات لضمان تحقيقها ميزة تنافسية مع المنتجات العالمية المثيلة.